اهلا وسهلا بكم بودكاست سوالف، البودكاست اللي نلتقي فيه بشخصيات عراقيه استثنائيه، ناس وصلوا الاشياء احنا كليتنا نحلم نوصل لها، نسمع قصصهم ونتعلم من التحديات اللي واجهوها وشلون تصروا عليها. واليوم انا قاعد يمي ضيف، اريد احكي شلون انا يعني بالاول تعرفت عليه. فاليوم انا قاعد اقرا بجريده المدينه مالتنا وشفت صفحه كامله، صفحة كاملة بالجريدة، جريدة من هاي الكبيرة مخصصة لهذا الشخص، جريدة ألمانية دا نحكي احنا، تحكي عن هذا العراقي اللي جاء لهاي المدينة قبل عشرات السنين، وشنو اللي سواه بالمدينة، وشلون كانت علاقته وياهم، شلون وصل لشركة مرسيدس ووصل بيها إلى أعلى المكانات، شلون ساعد كيان المدينة وساعد الحركة الاجتماعية بيها، شلون ساعد مئات ويجوز آلاف ما أعرف بعد من مهاجرين ومن اللاجئين ومستمر بهاي المساعدة. وأني قاعد أقرأ والمشاعر كليتها بداخلي، يعني هذا الرجل عراقي يعني ما معقولة. بمجرد أنه انتهيت من قراءة المقالة بديت أبحث وقلت لازم ألقى، لازم ألقى رقمه، لازم أوصل له، لازم. وبطريقة أو بأخرى لقيت رقمه وخابرته وحشيت وياه وسولفنا، وعدت سنين وأني أحلم بهاي اللحظة، أحلم أشارك قصته وياكم. عمو داود بالحقيقة شكرا جزيلا مية ثلاثي على تقديمي للبرنامج هذا، نورتنا اليوم. وأنا بالحقيقة فرحان بمعرفتي بيكم أول مرة. تسلم. لأنه هذا أيضا قدر كبير للعراق والمدينة شبار الذي نحن ساكنين بيها وأنا ساكن بيها من سنة 61. أنا لما جيت سنة 61 كم يوم من وصلت هنا، أنا وصلت بشهر السادس، من وصلت هنا احتفلوا بتسعمائة سنة بناء الكاتدرالية في شباير. وبالحقيقة أنا جاي من بلد عربي، من بلد يختلف طبائعه وعقائده وكل شيء عن الألماني، بس بذاك اليوم احتفلت وياهم، احتفلت وياهم بالشارع العام، احتفلت وياهم بالمطاعم، بالدك، بالغناء، أيضا الاستقبالات الذي عملوها عجبتني، مع الوزراء ومع الكبار يعني بالدولة استقبلوهم كلتهم بالمدينة، فهذه عجبتني كثير. الذي نحن كنا بالعراق شوية بعيدين عن هالقضايا هذه. هسا أرجع للعراق حتى ما أحكي كثير على ألمانيا وعلى شباير. يعني أنا بالحقيقة ولدت سنة 1939 في مدينة الموصل في 5-8 ساعة 7:30 الصبح. حسب ما أعرف ونحن 5 أولاد، كلتنا الوالدة قبلتها قابلة واحدة، فهي كنا نعرفها يعني أنه من تدخل عندنا البيت معناتها راح يجي ولد. فصرنا بالحقيقة 5 أولاد. وبالحقيقة يعني بهالمدينة مثل ما واحد يقول ترعرعت وتعلمت ودخلت المدرسة. وبذاك الوقت بالعراق كانت الروضات تختلف من روضة إلى روضة، كان أكو مثلاً روضة عراقية، روضة للفرنسيين، روضة أي مدينة الموصل يعني مدينة محافظة جداً. بالأربعينات كانت أكو روضة فرنسية. فرنسية أنا دخلت بيها. أها. إيه وتعلمت اللغة الفرنسية. أي نعم. واو. وكنا من أولاد صغار نحكي بالفرنسي. أها. إيه. بالحقيقة بالبداية كنت أبكي من أروح للروضة هذه لأنه ما أفهمهم. أوكي. إيش ذا يحكون. بس بعد أيام وأسابيع وبدأت أفهم عليهم ويفهمون علي. وهاللغة هذه أيضا فادتني بعدين، أحكي لكم أنه لما رحت إلى شمال أفريقيا من شركة مرسيدس واشتغلت
في الجزائر والمغرب وتونس، فادتني اللغة كثير يعني. أي على كل ترعرعنا بالموصل وكبرنا بالموصل، تركنا نحن الموصل بالضبط سنة 52. يعني ايش قد عمرك كان انت؟ يعني عمري 13 سنة. 13 سنة. اي 13 سنة. بس صار عندي حظ سيء جدا، بحيث انه لما تركت الموصل كنت يعني بعد ما مخلص الصف السادس. اها. كنت ما مخلص الصف السادس وتركنا موصل ورحنا سنتين الى مدينة كركوك. اوكي. وكركوك كان يحكم بيها بس تركي. والله. بس بال 52 كركوك يحكون بس تركي. بس تركي، ماكو عربي. وبعدين شلون؟ والمدارس كلها بالتركي. وبعدين ايش سويت؟ اسهل شيء الذي سويته انه بذيك السنه رسبت. اوكي. لانه ما افتهم، يعني واحد ما يفتهم تركي، شلون يقدر يدرس؟ شلون يقدر يمتحن؟ شلون يقدر يسوي؟ هذا شيء كان عادي يعني هذا بالعراق. شيء كان عادي بالعراق. مدينة كركوك مدينة مسيطرين عليها الأتراك ويحكون بس تركي. كان شوية هم أكراد بس قليلين، قلة هم العرب، أنه ما كان أكو عرب هواية بذاك الوقت. والدي كان مهندس بالسكك، فكان يبنون محطات القطارات بالعراق، فبنوا محطة الموصل. وبالحقيقة نحن من بيت الحطاب، أعتقد عائلة شوية معروفة بالموصل. كان بنينا أول بيت خارج سور الموصل، بيت كبير، بيت جدي كان. شو وقت هذا الحكي؟ هذا الحكي قبل الحرب العالمية الأولى. قبل الحرب العالمية الأولى. ايه. يعني بنهاية 1800. ايه. بنهاية 1800. وجدي توفى سنة 1916، انقتل بالموصل. ايه. يعني صار عليه غدر. المهم أنه نحن عشنا ترعرعنا بالموصل، والموصل بعد ما طلعنا خارج السور كانت كل الأراضي هذه الذي موجودة اللي كان يسموها باب البيض بعدين، هذه كلها كانت ملك بيت الحطاب. بحيث أنه المحطة لما تأسست بالموصل تأسست على القاع مالتنا، وهي هذه فرد شيء يعني معروف. ليش؟ لأنه أهل الموصل من يريدون يروحون للمحطة كان يقولوا له العربان شيء ودينا المحطة بيت الحطاب. محطة القطار الرئيسية. محطة القطار الرئيسية بالموصل. الهب معروف. الذي ما زالت هي بنفس المكان. موجودة. موجودة لحد هذا اليوم. يا ربي. بنفس المكان. الله. ما تغيرت. أيه. وهاي انت من كنت يعني طفل تتذكر؟ وانا اتذكر كل زين، واتذكر الدائره مع الوالدي مع السكك الذي كان يشتغل بيها، وبعدين شلون نقل الى كركوك، وبعدين من كركوك بعد سنتين نقل الى بغداد. وبغداد قدرت تكمل دراستك؟ وبغداد قدرت اكمل دراستي عادي. وين عاد درست بغداد؟ بس تجي بالحقيقة بغداد بعد ما خسرت سنتين بالابتدائية، خلصت بغداد ابتدائية سنة 53. كان والدي مقرر أن يريد يسويني دكتور، لازم انت تصير دكتور، كان يحطها براسي على طول. اوكي. واني بالحقيقه بالبدايه كنت موافقه بالقضيه، بس بعدين بعد ما خلصت الثانويه صارت عندي فرد قضيه الدم ما اقدر اشوفه، لانه سنه 58 الانقلاب بالعراق، كان عمري 19 سنه.
فشفت يعني أشياء غريبة، شفت مشاهد يعني مشاهد غريبة، وهالمشاهد هذه خلتني شوية يعني أبتعد عن القضية هذه. بس بالحقيقة كنت أول مرة كان يريدون مهندسين مهندس طيران، فأنا قدمت على دورة مهندس الطيران في بغداد. يا سنة بعد ما خلصت الثانوية يعني سنة 1958، أنا خلصت 1958. لو نرجع بس دقيقة واحدة على قبل 1958 أو قضية الثانوية بتاعي، أنا كنت بالثانوية الألمانية. كانت أكو مدرسة ثانوية ألمانية في بغداد. ثانوية ألمانية في بغداد. هاي هم الحكي بيها بس بالألماني. هاي الحكي بيها ما بس بالألماني، بالإنجليزي. لأن كان عندنا أساتذة من أمريكا. أوكي. وكان عندنا أستاذ ألماني الذي قضى عندنا في بغداد 5 سنين طول ما أنا بالثانوية. كان عندنا في بغداد بس عدة ثانويات، الثانوية الفرنسية كانت عندنا، الثانوية الأمريكية كانت عندنا. يعني كانت عندنا 3 ثانويات عايدة إلى خارج العراق. كان المدرسين الذي كان يجون، هذا المدرس الذي كان عندي يجي يدرس بالعراق، كنت أنا تقريبا أحسن واحد بالصف، وكنت ما بس مراقب الصف، كنت مسؤول على الصفوف مال الثانوية. فكان يحبني كثير، وعندنا علاقة وياهم عائلية. فهذا المدرس أعرف هو من ألمانيا، لأن بالثانوية الألمانية. وبالحقيقة هنا بشباير دامش بالشارع العام، واللي أشوفه واقف قبالي. بعدين من جيت الألمانية، بعد من جيت الألمانية يعني ما أدري هو ما بشباير، هو هنا أبداً ما أدري هو بشباير، ولا أعرف أنه هو منين من ألمانيا، ولا أعرف هو منين من ألمانيا، من كل هذا البلد، من كل هذا ألمانيا كلها. لأن هو كان يقول لنا بالعراق بأنه هو ولد في لايبزيغ. فلايبزيغ بألمانيا الشرقية. بس أنا بدماغي بس أنه لايبزيغ، يعني ما بدماغي أنه يعيش في شباير. المهم أنا من شفته بشباير صار عندي، وعنده أيضا فرد يعني تفاجأت به. المهم تعرفنا وقعدنا مع بعض، واخذني عدوه من البيت، وكان عنده، كان يجي هو كل سنة البغداد بسيارة فوكس واجن، هاي الفوكس واجن القديمة يعني، كانت سيارة جديدة يعني. فكان يجي هو وزوجته وبنته، بنته ما زالت حية ترزق. ما ترزق بس حية. وساكنة في كولن. أتصل بها ما بين وقت وآخر. إلى هسه. إلى هسه. صار عندنا بالحقيقة علاقة جدا جدا قوية هناك. ليش؟ لأنه هو من كان يجي للعراق، كنت أنا أستلم سيارته بعد السفرة الطويلة مال 5000 كيلومتر من ألمانيا إلى بغداد، وكنت أبدل له زيت مال السيارة، وبدل له الدهن، وأفحص السيارة، وأنظف له إياها، يعني أشتغل له بالسيارة مالته. يعني تقوم له بالواجب. يعني أقوم له بالواجب بالعراقي. ولذلك عندي علاقة وياه، وكان على طول هو يقول لي ها. كان عندنا أيضا بالمدرسة درس هو الرسم الهندسي. الرسم الهندسي هذا كان الألمان كثير مدققين ومعتنين به. فأنا كنت آخذ على طول درجات جدا عالية بالرسم الهندسي. فهو يقول لي على طول أنت من تجي لألمانيا لازم تجي لألمانيا حتى نسويك مهندس بألمانيا.
لأنه نحن نريدك بألمانيا، نحن أنت أنت كذا أنت كذا. وهي أول مرة بديت تفكر بيها بألمانيا عن طريق هذا المدرس؟ لا والله ما عن طريق المدرس، أنا جيت بألمانيا بالحقيقة. أهلي وبيت عمي يعني والدي وأخوه كان عندنا بالعراق بالخمسينات، كان مسوين مصنع يعمل أمبولات للماء المقطر الذي ينخبط مع الطرز مع البنسلين ويسووا أوفر ويضربوا للعالم. فهاي الأمبولات كان اسمها فارم إيراك. هاي الأمبولات كنا نحن نصنعها ببغداد، والأمبولات كنا ناخذها من شباير. فأني بالحقيقة من جيت إلى شباير ما جيت حتى أبقى بشباير، أنا جيت حتى أخذ هالمكاين اثنين أو ثلاثة الذي يصنعون بها الأمبولات هنا، ردنا ناخذها إلى بغداد وتصنعون أنت ونصنع نحن الأمبولات في بغداد. بس دقيقة هذا ده شو ذا أنا هفتهمته. أنتوا شو تجيبون أمبولات من ألمانيا؟ نعم. إلى بغداد تعبوها ماي مقطر وهاي تبيعوها بالعراق؟ نبيعها بالعراق وبالخليج وبالدول العربية. يعني العراق كان يصدر إلى كل الدول، إلى كل الدول العربية، كل المستشفيات وكل المستشفيات بالعالم العربي. المستشفيات بالعالم العربي تأخذ هاي فارم عراق اللي اسمها شركة فارم عراق. هذه البداية. بس نحن بالحقيقة الروح الصناعية هذه وجدت عندنا من وقت جدي الله يرحمه. يعني من كنا بالموصل هو طلع خارج السور مثل ما قلت لك، سوى مصنع مع الثلج. أوكي. سوى قوالب ثلج. هاي القوالب الثلج يحتاجون بها أمونياك. الأمونيا هذه كان يأخذوها من لودفيغسهافن، هم من ألمانيا. أوكي. من لودفيغسهافن. بذاك الوقت يعني نحن خلينا نرجع إلى سنة بداية 1900 1901 1902 1903 كان المصنع مال جدي شغال وبيع ثلج. وبيع ثلج لأن ذاك الوقت في الموسم ما كان كهرباء، ماكو ثلاجات. ثلاجات ماكو. ايش ياكل 1900؟ اكو ثلاجات ما ثلج. يعني متاكدوا هذا من اول مصنع ثلج؟ هذا اول مصنع ثلج كان. اي. بعدين بعد سنتين او ثلاث سنين حسب ما يحكي والدي الاغوات بالموصل، ما اريد اذكر اسم الاغا، بس واحد من الاغوات بالموصل هم سوى مصنع مع الثلج بالموصل، مصنع ثاني. وكان يجيب لان كان صديق جدي، فجدي كان يجيب الامونيا ايضا من لودفيغسهافن عن طريق جدي. قبل ما تصير الحرب العالميه الاولى الشركة في ألمانيا أخبروا الجدي، قالوا له ترى راح تصير حرب عالمية، خلي ياخذ أمونياك كافي لأنه يمكن راح تطول سنين الحرب هذه وما يقدرون يوصلوا له الأمونيا إلى العراق. فجدي أخذ كمية كبيرة من الأمونيا الذي هي هالكمية هذه خلت أنه يفقد حياته. ليش؟ لأنه هذوك بدوا كلتهم وشلوا ما عندهم أمونيا، رادوا يأخذون من جدي، جدي ما قبل ينطيهم. فصار بيناتهم عراق وهجموا عليه 4-5 من هو قوي، بس هجموا عليه 4-5 وبالمفاتيح ضربوا ببطنه وانطقت عند المرارة يمكن، وبعد يومين توفى 1916. فكان والدي عمره 6 سنين. 6 سنين. وهسه نجي على القضية طريق بشعر. بس قل لي انت خلصت بالمدرسة الألمانية في بغداد،
ثانوي. أنا خلصت الثانوية الألمانية في بغداد. وبعدها رحت اشتغلت بالمعمل مالتكم مع الأمبولات. مع الأمبولات وجيت هنا للأمبولات. تجيب مكاين. تجيب المكاين والشركة هنا تعرف هم سووا لي دعوة بأن أجي بها إلى ألمانيا وأشتغل هنا عندهم 6 شهور. حتى أتعلم على المكاين هذه وبعدين نأخذ مايستر من عندهم إلى بغداد يمشي معي ويشغل المكاين ويركبها وما أدري إيش وكذا. وهم المدينة الذي يستلمون منها الزجاج هذا الذي يسوون من الأمبول هذا كان مخصصة في مدينة يينا في شرق ألمانيا. فأنت شوف القضية شلون صارت. أنا دقيقة دقيقة قبل تحكينا القضية شلون صارت هاي نوصل لها. بس يعني أنت شو وقت وصلت في 61؟ أنا بالواحد يا شهر وصلت السادس. سادس شهر السادس جيت. وأكو كانت هاي الخطة إنه أنت تجي. أنا جيت واشتغلت بكلاسفيرك 6 شهور بشبير. حتى تسوي المكاين وترجع بكلاسفيرك هاي الخطة. إيه باللاندفيرشتراسة. باللاندفيرشتراسة هاي الخطة كانت. هاي الخطة. بس مثل ما واحد يقول تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ما مشت هي الأمور مثل الخطة. لا ما مشت. تغيرت. تغيرت. شنو اللي صار؟ أنا أقول لك إيش صار. صار شيئا جدا جدا مهمين. الشيء الأول أنه في 13/8/61 صار الجدار في برلين وأنا هنا. فأول شيء السفارة العراقية دزت لنا مكاتب للعراقيين يعرفون العناوين مالتنا كان ذاك الوقت توب. فدزونا مكاتيب انه حضروا اغراضكم ترى راح تصير حرب عالميه وانتم لازم ترجعون للعراق. قمت انا احضر اغراضي وما ادري ايش وكذا وايه. يعني قضيه برلين كانت مو قضيه سهله. انه بعد شهرين من دخولك بعد شهرين من دخولي الألمانية بدات شلون يقول امور تلاص. الامور تلاص. اوكي. واني بهالمعمكه هذه اللي صارت ودا افكر هسه ايش راح اسوي وايش ما راح اسوي وكذا وكذا. وليجيني رساله من الاهل من العراق بانه الشركه مالتنا في بغداد تأممت. يعني شنو تأممت؟ تأممت لانه بعد ما صار الانقلاب وصار وقت عبد الكريم قاسم عبد الكريم قاسم وصار وقت انه اتجه للشيوعيه. اوكي. فباتجاه الشيوعية بدأ يأخذ الشركات مع الناس يسويها مع الحكومة. فشركتنا راحت بهالطريقة. جت الحكومة أخذت الشركة. جت الحكومة أخذت الشركة. حتى شو سووا؟ هم يشغلوها. شغلوها؟ لمدة يمكن سنة. وبعدين؟ وبعد السنة تعطلت عندهم الأجهزة. والأجهزة تعرف نحن بالشركة أول مرة لما كنا نسوي الأمبولات وأنت دكتور تعرف القضية كان كل يدخلون للشركة من الصبح حتى للشغل لازم يدخلون للحمام يسبحون يمدلون هدومهم يلبسون مثل ما تدخلون للعمليات ملابس معقمة. وكان ابن عمي دكتور جميل حطاب كان دكتور في بغداد فكان هو المسؤول على الشركة هذه وعلى المحافظة على التعقيم والنظافة على التعقيم وعلى على على الانتاج وعلى كل شيء. شنو اللي صار بعد ما الدولة طبعا هو ترك العراق أيضا كان متزوج مع زميلته في الجامعة الأمريكية وسوى الدكتوراه مالته راح أخذ واحدة إيطالية وراح معها لإيطاليا خسرها إيطاليا. بس شنو اللي سوت الدولة بالمعمل بعد ما سوت الدولة بالمعمل؟ المعمل رادت شغل الدولة وشغلت الدولة لأن هذول اللي يشتغلون عندنا كلتنا يعرفون وعندنا أيضا ميكانيكيين وعندنا وهذه نأخذ السبير بارتس من شباير من ألمانيا لما يصير عندنا أشياء بالهذه. أي فنحن كنا
نملي الأمبولة هذه وبعدين بالغاز نلحمها. أي كل كذا باكيت يصير فحص على المي والمخطر وكذا وكذا. المهم بعد ما مشوهم الشركة تقريبا سنة بدت الأجهزة توقف عندهم وما عندهم أدوات احتياطية فوقفوها للشركة. راحت الشركة ورا سنة. راحت الشركة. بعد أنا من جيت من مرسيدس إلى بغداد أنا أول مرة خلي قبل ما أحكي على مرسيدس. قال لا تحكي على مرسيدس. مرسيدس بعدين هذا فصل وحده. هذا فصل وحده. هذا فصل وحده. أنا أريد أحكي بس على عن الوقت الذي جيت به بالعراق سنة 1974. أول مرة كبرايفت يعني كواحد خاص ما عندي لا من مرسيدس ولا شيء ولو أنا كنت بذاك الوقت أشتغل في مرسيدس. أخذت زوجتي ورحنا سفرة لمدة شهرين للبلاد العربية من هنغاريا إلى بلغاريا إلى تركيا إلى سوريا إلى الأردن إلى العراق رجعنا إلى لبنان وهكذا دورنا. فلما جيت أنا بالأربعة وسبعين أخذني وصار لي 14 سنة ما شايف العراق أخذني والدي وودانا على الشركة. لقيت الشركة هذه السقف مال البناء كله ما موجود المطر ينزل بيها والأجهزة نصتها مذبوبة قدام الشركة. وين هو كان مكانه؟ بالعلوية كانت الشركة. فهذا عندي تصاوير بالحقيقة. ايش حسيت من شفتها؟ انقهرت هواي. اي لانه هذا يعني شو اقول لك انا جيت حتى ارجع اجلس للعراق ولقيت الشركه نصتها بالشارع. فهذه كانت صعبه بالنسبه لي. فهذه الأشياء الاثنين الذي صارت الأول شيء هو البناء مال الجدار وانقطعت تمديد الأنابيب الزجاجية من ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الغربية. فهنا عانوا من قضية الزجاج. وعلى أثرها سدت الشركة أيضا مال الشباير الذي هي هسه بالحقيقة بالمكان مالتها الشولتز ماركت باوهاوس. هذا كانت الشركة هي بذاك المكان وأنا كنت ساكن ببيت المحاذي للشركة. فهذا الشيء الذي أول شيء الذي صار أنه ها أنا راح أبقى بالعراق بعد بألمانيا بعد شهر راح أسوي بالعراق. يعني بعد شهرين ما أنت جيت كل الخطط اللي كانت للمستقبل مستقبلية لا تقدر ترجع لي ولا تقدر تطلع لي قدام. حتى كان عندي بذاك الوقت خطيبة في بغداد وردنا نتزوج وكذا وكذا أيضا هذه راحت كلتها انقضى. يعني إيش قد عمرك أنت شهر؟ أنا كان عمري لما جيت هنا سنة 61 كان عمري 21 سنة. ليش؟ 21 سنة. ليش 21 سنة؟ لأنه بالعراق كان ممنوع واحد يطلع الوحدة إذا مو عمره 21 سنة من العراق إذا أن يصل سن الرشد. يعني ما كانت 18 سنة مثل هسه بس بالمانيا يريدون ينزلوها 16 كانت 21. فأنا جيت هنا 21 سنة وكان عندي بالضبط من توماس كوك
تشيكات كانت 75 دينار عراقي. 75 دينار عراقي بعد ما صرفتها هنا في ألمانيا مال هذاك الوقت، كان الدينار العراقي ب 11 مارك و 25 30 سنت. 11 مارك هذاك الوقت، يعني 6 يوروات. يوروات يعني ايش قد كانت تكفي واحد يعيش بيها؟ لا ما أنا من جيت هنا، من جيت هنا وصلت يوم الجمعة وبديت أشتغل بهذه الشركة يوم الاثنين، ورأسا دخلت عندهم ورأسا دخلت ببيتهم. انطوني بيت، انطوني بيت حمام ومطبخ وغرفة نوم وغرفة خطار، يعني مجهز على كل شيء، كل شيء كان موجود بي. فمن دخلت أني راتبي من عندهم، فهذه الفلوس حتى لا أحتاج ما صرفتها، ما صرفتها يعني ظلت بجيبي مدة طويلة وما صرفتها. فبعد ما جيت هنا طبعا اللغة الألمانية مالتي كانت ركيكة جدا، مع المدرسة، مع المدرسة ومع الألماني وتعليمي ساعة بالأسبوع، فما كانت يعني لغة ألمانية اللي واحد يقدر يعني يحكي بيها. يعني هسه أنت شاب عراقي عمرك 21 سنة، أي ألماني ما تحكي زين؟ لا، الشغلة جيت عليها انسدت يعني كل الطرق انسدت بوجه. شنو تفكر بحيث أنه هو صاحب الشركة يوم من الأيام، وكنت صديق وياه هواية، لأن كان عندنا بذاك الوقت كنا ناخذ من عندهم بالسنة أمبولات بين 500 إلى 600 ألف دينار بالسنة. كنا نستورد من عندهم أمبولات، فكانت هنا 3 مكاين تشتغل للشركة مالتنا من الصبح إلى المساء. من بعدين من صارت القضايا هاي كلها صار علي قال لي حطاب لازم تلقي لك طريقة أو ترجع للعراق أو تلقي لك شغل أو تروح بي، يعني ما عندي بعد، ما أقدر أنه ما عندي شغل بعد لك. وبعدين سوي إيه، فقلت له أعطيني وقت 3 شهور. أعطيني وقت 3 شهور، الشركة نادت تشتغل يعني. أعطيني وقت 3 شهور بس دا تشتغل أشغال، يعني يسوون بطالة ويسوون ما أدري إيش، يسوون الشغالات يعني مو أشياء دقيقة. فقال لي ما يخالف شهر شهرين ثلاثة على من تلقي لك حل. فطلعت من عندهم، رحت وين؟ رحت إلى شركة سيمنز الذي هي قريبة هون. قلت لهم أريد أشتغل عندكم. هي شو راح تفتح عليهم؟ أنا مثل ما اسمه قلت أريد أشتغل عندكم. يا بنت منين؟ شو عندك؟ قلت والله عندي عندي الثانوية هاي مالتي، وهذا المعلم بتاعي اسمه كذا وساكن بالشارع الفلاني وألمان، ويقدر يقول لكم الشيء اللي تريدون تستمعوه منه أحسن مني. أوكي. والله بظرف يمكن نص ساعة. أوكي. قالوا لي أنت شو تريد يعني للمستقبل؟ قلت لهم والله أريد أدرس ماشين باو إنجينيرينج. أوكي. هندسة مكاين. هندسة مكاين. فقالوا لي إيه عندنا قسم للمكاين. فخليك بقسم المكاين. فقلت لهم إذا ممكن أشتغل من الظهر إلى 11 بالليل، لأنه من الصبح للظهر أنا بقرمس هاي بالدولمة شرشولة. يعني أنت هم جاي شو اسمه وامين تطلب عليهم؟ إيه أطلب عليهم، بس شو أسوي لأنه ما عندي حل، يعني أريد أعيش
وأريد أقرأ أدرس اللغة الألمانية حتى أقدر أقدم أمشي. بس هي هاي مرات الشجاعة اللي الحياة تكافئها، إنه أنت تروح يعني تحاول وحدي 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 وتقول يعني يا بهي شو يش ساعدوني ساعدوني ساعدوني، شنو أسوأ شيء ممكن ساعدوني أروح غير مكان. بس يعني علاقة بعمر 21 سنة. أي والله حركة كلش كبيرة، حركة كبيرة. وبعدين هذاك الوقت الألمان كانوا وما زالوا يعني بس كانوا مستوى عالي جدا. يعني بعد الحرب العالمية ألمانيا عملت اختراعات قبل الحرب وبعد الحرب، اختراعات كبيرة يعني الذي قدموها للعالم. المهم أنه قالوا لك جماعة سيمنز، فجماعة سيمنز هذه قالوا لي أنت إيش تعرف يعني بالمشين باو هذه؟ قلت له والله ما أنا بالمشين باو ما عندي شغل، ما كنت اشتغلت. بس أنا أقول لكم كان شغلي قبل، أنا مخلص الثانوية الألمانية في بغداد أي واحدة. آخر سنة من الثانوية الألمانية بغداد سوينا تدريب بالإذاعة بإذاعة بغداد، وأنا كنت التدريب مالتي كان بالمرسلات بأبو غريب. المرسلات مال أبو غريب هي من سيمنز. أوكي. فأني أعرف هاي المرسلات الذي أنتوا تصنعوها، أنا مشتغل عليها سنتين في بغداد. فإذا عندكم مجال هالمرسلات هذه الذي أنتوا تصنعوها، إذا عندكم مكان إلي أحسن من المشين باو هذه الذي أنا ما عندي علم بيها، أنا أقدر أساعدكم. فجاء واحد رئيس مهندسين حكى وياي وحكى وياي بالإنجليزي، قال لي شوف أنا أعطيك اقتراح، أنت اللي تقول مرسلات وما مرسلات، نحن بالمرسلات نعمل فلان فلان قطعة وفلان قطعة وفلان قطعة وفلان قطعة، هذه نعملها بالكلفانيك، عندنا نكلفنها وكان يسموها اليخ. بالحقيقة هذا اليخ أنا كنت بالمرسلات كنا على طول نبدله ونشتغل به وما أعرف إيش، يعني عندي شوية معرفة به يعني بس ما معرفة عميقة يعني. أي فقال لي أنت أحسن شيء لو تروح إلى الكلفانيك، يعني هذه ما تفيدك الشغلة مع المشين، هذه بالنسبة لك صعبة لأنه ما لازم يكون بها اختصاص. المهم رحت للكلفانيك. قبل تروح الكلفانيك أنا أكو شغلات يعني أحب أوقف عندها. يعني أنت رحت، أنت 21 سنة بس حكيت بكل أول شيء رحت بادرت، النقطة الثانية حكيت بكل صراحة، أنا هيك أعرف هيك كذا. وش ما أعرف بالضبط، وحكيت بكل صراحة اللي ترى أنا ما أعرفه، لأن اليوم إحنا يعني كذا الشباب يشوفون مثلا جديدين بألمانيا، أنا أسمع دائما هالشيء، أنا شو أقدر أشتغل، أنا شو أقدر أسوي. يعني أنت تحاول. أنا حاولت وأحكي لي أنت تعرفه، قلت لهم هذا الذي ما أعرفه وهذا الذي أعرفه. ومن قلت لهم اللي تعرفه؟ قال لك والله اكو مكان ونفس الشركة والكلبانيك. فودوني الى قسم الكلبانيك. قسم الكلبانيك كان قسم قديم جدا مع الحرب العالمية الثانية، يا ابوي الاحواض قديمة الذي نعمل بها الكبفر والنيكل والهالاشياء هذه. شغلني معهم كعامل بالمعمل مال سيمنز، بالمعمل مال سيمنز بالكلفانيك كعامل. فأني ما رفضت، ما قلت له أني مخلص ثانوية وكذا كذا وعلي أهلي كذا وعلي جدي كذا، لا أنا اشتغلت عامل. هسه قلت أنا المهم أشتغل، أنا المهم أشتغل، أشتغل العصر وأدرس الصبح، أشتغل العصر وأدرس الصبح. تمام. الصبح اركب بالقطار اروح القربسهايم للمدرسه، للمدرسه للكليه ادرس بالكليه، ارجع ساعه بالوحده اطلع من الكليه
بالثنتين يبي الشفت مالتي بسيمز، اجيب القطار بالبايسكل مالتي حاطه بالمحطه، اركب البايسكل مالي واجي للشركه. وين زين انت كنت عايش قبل اول شيء بالمعمل مال الزجاج، من طلعوك وين رحت عشت؟ ها رحت اجرت من طلعوني يعني... رحت اجرت بيت. بيت؟ لا مو بيت، رحت اجرت غرفه. غرفه. هاي الغرفة، هاي الغرفة كان بيها راديو وبيها تلفزيون. هاي الغرفة لا راديو ولا تلفزيون ولا تليفون ولا تليفون ولا حتى مراحيض ولا حمام. والمراحيض برا، يعني من اطلع من الغرفة اطلع برا للمراحيض بالبرد بالشتاء، وشتاء كان شتاء قاسي بذاك الوقت مو مثل هسه، يعني كان 15 تحت الصفر ولا شيء هذا بالشتاء. فكنت اروح للمراحيض برا. المهم حتى هذا الغرفة الذي عشت بيها أني شفت أنه أقدر أقتصد بيها. شلون؟ فجبت واحد ينام وياي بالغرفة وتقاسمنا الإيجار مع الغرفة. وتقاسمنا الإيجار مع الغرفة. أنا أول ما جيت هنا على مود اللغة الألمانية، وقبل ما أدخل الكلية بجربسهايم، واحد يشتغل بالشركة مع الأمبولات هذه، فقال لي واحد بالثانوية نهاية الثانوية يقدر يدرسك ألماني، بس يريد باليوم بالدراسة بالساعة مارك، يعني 50 سنت. انت ايش قد شارك راتبك كعامل؟ انا كان بسيمنز راتبي بالساعة اعتقد اول ما تعينت الى السبالي مارك و50 بالساعة. اوكي بالساعة تمام. وهذاك الوقت ما كان ياخذون من عندنا ضريبة هواية لانه رواتبنا قليلة. فهذا الشخص جاي يدرسني ألماني كل يوم. يعني تقبلت دفعت له؟ قبلت ودفعت له، وبعد ما دفعت له يوم يومين ثلاثة ويجي عندي ونشرب ونأكل ونحكي ونتونس وكذا. قال لي شوف حطاب، أنت ما أريد بعد تدفع لي، أنا أجي أدرسك ببلاش لأن إحنا صرنا صداقة. يعني خلينا نقول انت بكرمك العراقي تتعجب به بالحقيقه. لانه بذاك الوقت بالمانيا ماكو كرم، يعني ذاك الوقت يلا الواحد يعيش من ايده الى ثمه، ماكو كرم، يعني سيارات بشباير عشرات السيارات بس كانت سيارات قديمه. المهم فالرجل هذا بدأ يعلمني ألماني، وبعدين هو وجهني إلى الكلية في جيرمسهايم. هو هذا الولد حلو. ونحن أصدقاء لحد هذا اليوم. أيوة. هو بعد عايش بشباير؟ وبعد عايش، لا مو بشباير، عايش في شمال ألمانيا. بس نتخابر على طول وعندنا علاقة لحد هذا اليوم. حلو. أصدقاء هواية طول الناس بعدك وأصدقاء على طول العلاقة معهم، ما قطعت العلاقة مع الناس الله أبدا ولا دقيقة. حلو. الناس اللي عرفها من قبل ما قطعت العلاقة معها لحد هذا اليوم. بواسطة بالحقيقة صار عندنا بعد ما جيت بشهر بعد ما تعرفتهم عليه صار عندنا فيست احتفالات بشباير مع البريتسل فيست. بقينا نشرب وناكل ونغني، انا ولا اعرف اغني بالالمان بس اصيح وياه. المهم تصادقنا وكذا وصارت يعني حاجه جيده. المهم بعد شهرين او ثلاثه وانا اشتغل عندهم. تشتغل عامل بمعمل سيمز؟ عامل بمعمل سيمز.
جاء علي هذا رئيس المهندسين الذي هو جابني ودخلني للقسم هذا، قال لي تعال حط هذا المنتجه. قال لي انت منين تعرف الكميات مال الخبطه مال النيكل والكبفر والنحاس؟ منين تعرف الكيميائيات هذه مالته؟ قلت له انا مخلص ثانويه وهذه تعلمناها بالكيمياء، شلون نسوي نخلط فلانشي مع فلانشي حتى يصير فلانشي، وقضيه الاحواض وهذه شفتها هنا، وانا اعرف يعني عندي اوليات ما كيميائيه، كانت تعجبني الكيمياء وكنت اشتغل بهالقضايا هذه بالمدرسه، وكنت كثير يعني زين بالمدرسه بالكيمياء وكذا وكذا. فقال لي انا الكل متعجبين انه تدري من يحطون زايد او ناقص بالحوض يطلع اليخ هذا الذي يعملوه، يطلع منقط او يطلع كذا او يطلع كذا، بس انت الذي تسويه كله يطلع واحد مثل واحد. اعتقد انا اريد اعملك المسؤول مال الشفت. ذاك الوقت بديت بأول مرة في ألمانيا أخذ راتب شهري. قبل ما كان راتب شهري؟ قبل ما كان راتب شهري. لا شلون، كل أسبوع؟ بالأسبوع يعطونه. أسبوعية يعني؟ أسبوعية يعطونا الأسبوعية مالته. بعدين صرت أنت من صرت المسؤول على القسم هذا، وكان عندي 10-12 واحد يشتغلون. ألمان. 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 هاي تاني صار عمرك يمكن تقريبا 22 سنة. أنا 22 سنة. أنت 22 سنة جاي من العراق، اللغة ما ضابطة. وبعرف اللغة. وصرت مديرهم. بذاك الوقت 475 مارك بالشهر. كان راتب محترم جدا. يعني هاي الغرفة بتاعي كان هذا الساكن وياي. طلعته من الغرفة لأنه 45 مارك الإيجار بعد الشهر كنت أقدر أدفع بيده بعدي. هاي ما كانت مشكلة إنه أنت يعني بذاك الوقت إنه أنت يعني عراقي أجنبي وهم الباقيين يشتغلون جواك يعني؟ والله بالحقيقة هي كانوا عاملوني على القدرة ما على كإنسان، ما على علاقة منين جاي ما جاي، ما منين جاي ما جاي. أن هذا يعمل كذا يقدر يشتغل يشتغل. فعندنا أيضا قسم للمراقبة بسيمز كان فيأخذها الصناديق هذه كلها اللي نسويها ويفحصوها، يفحصون السخن مال النيكل مال الكبفر عليها، ويطلع واحد مثل الثاني واحد مثل الثاني. بس أنا كنت وياهم على طول على طول على طول على طول، أركض وياهم من مكان لمكان. يعني ما كنت أخليهم بحد يشتغلون. فالمهم أنه صار عندي سمعة بالشركة جيدة جدا بسبب الكفاءة، بسبب الكفاءة وبسبب أنه عملوا لي صرت رئيس للجروب أو للمجموعة. فيوم من الأيام المعلم مالتي أندرس قال لي شوف أنت تمام بسيمنز وتمام كذا وتمام صرت يعني عم تشتغل كذا، بس أنت بالحقيقة أحسن شيء أنه لو تبدل من سيمنز إلى مرسيدس. ليش؟ ليش؟ أنا أقول لك ليش. قال لي أنت عندك خبرة بالسيارات، كنت تسوي سيارتي تبدل لي زيت، يعني عندك خبرة بالسيارات، عندك معرفة بالسيارات، فروح جرب بشركة مرسيدس بلكت هناك يأخذوك. والله قلت له خوش فكرة. قبل أن فوت المرسيدس اي ايش قد ظليت بسيمنز؟ ظليت بسيمنز من سنة 62 الى 4 سنتين سنتين بسيمنز. هذه السنين الاولى بألمانيا
كان اكو عرب ثانيين في المكان اللي انت بيه؟ صدق جيت كان عربي واحد جاء الى شباير دي يسوي تدريب حتى يسوي الهندسة مالته، كان في شركة هنا اخرى فدي يسوي تدريب عنده، فقالوا لي بالشرطة قالوا لي اكو واحد عربي واحد انت واحد واكو واحد واحد عربي اذا تريد تحكي وياه بالعربي ما ادري ايش كذا، فهذا العنوان مالته وعايش هو بفلان مكان. رحت والله دقيت الباب، طلعت المرأة صاحبة البيت قلت لها هيك وهيك وعندكم واحد من لبنان؟ قالت لي اي موجود هنا خليك واقف دقيقة. ما اشوف الا طلع ولا يحكي معي بالانجليزي. اوكي ليش؟ فأنا حكيت وياه بالانجليزي، حكيت بالانجليزي قلت له انت ما تعرف عربي؟ قال لي لا انا اعرف انجليزي وفرنسي. قلت له انت مو لبناني؟ قال لي ايه لبناني. قلت له زين انت ما كنت تعرف عربي يعني بلبنان؟ انت ما كنت عايش بلبنان؟ فقال لي ايش انت عايش بلبنان؟ قلت له ليش ايش قصر لك بالمانيا؟ قال لي صار لي 6 شهور. قلت له الست شهور هذه بعد ما تعرف تحكي عربي؟ قال لي اي والله نسيت. تدري انا ذاك الوقت شاب اول مره طالع من العراق ولهنا وهذا يقول لي مع 6 شهور بعد ما تحكي عربي. فرحت للبيت كتبت رساله لوالدي قلت لهم زيدوا من الرسائل ترى راح انسى اللغه العربيه. زيدوا من الرسائل، ايش قد ما تبعثوا لي رسائل اكثر ايش قد ما اطول الى ان انسى العربيه. انت زين صغير بهذا العمر يعني، واول مره تطلع هيك من بيت اهلك وهالقد بعيد، وذاك الوقت يعني لا موبايل لا فيسبوك لا معرفة ماكو ايش. ماكو 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 شلون كان يعني هذا الاحساس؟ حتى الطائره لما وصلت بيها الى اوروبا انا وابن عمي هي بالحقيقه طلعت وياه يعني هو كان المراسله مع الشركه بالمانيا هو سواها. فجيت ويا زوجته طرنا من بغداد إلى قبرص إلى نيقوسيا لأن الوقود ما يكفي، فهاي بالبروانات. فطرنا من هناك إلى نيقوسيا، نزلنا من نيقوسيا حط وقود وما أدري إيش وكذا وكذا، وطرنا من نيقوسيا يكفي الوقود الى روما. مرتلخ مرتلخ هم نزلتوا؟ هم نزلت فولتوا بنزين؟ فولنا بنزين. وبعدين من روما الى ميلانو. زين هاي ليش هم بنزين؟ هم مو قضية بنزين لان ابن عمي زوجته من ميلانو. اوكي نزل. فنحن جينا الى ميلانو بس نزلنا 3 مرات من الطائرة يا ابوي لما وصلنا اوروبا. مثل الكيل. وبعدين جينا هناك بعد ما بقيت اسبوع وياهم جاء هو وياي وجينا المنهايم. نزلنا بالقطار بمنهايم يوم الخميس، فتنا يم المقابيل المحطة مع القطار مقابيلها فندق، فتنا الفندق أنا وابن عمي. عندكم غرفة؟ إي أكو غرفة. بيش بهالقد بسيطة. جينا نطلع الغرفة قال يا واش يا واش أول مرة تدفعون فلوس الغرفة. ليش ندفع فلوس الغرفة؟ قال أنتوا أجانب أخاف تطلعون تنامون وبعدين تهربون وتخلون ما تدفعون. أوكي. هسه تدفع وتنام وثاني يوم إذا نمت مرة اللغة تدفع مرة اللغة. أوكي. خير إن شاء الله. المهم انه جينا ثاني يوم اخذنا الجنط بتاعنا بالقطار الى شباير. هذه بالحقيقه الوصول الى المانيا
بالنسبة لي يعني حتى أهلي بالعراق لما طلعنا ما يدرون شو يحطوني بالجنطة مالتي الذي يكفيني 6 شهور، ملابس داخلية. حتى لما وصلت هنا فتحت الجنطة مالتي طلع بيها بوتيتا، حطي كيلو بوتيتا يخافون انه اموت من الجوع بالجنطة مالتي. المهم يعني ذاك الوقت وانا اقولها على طول العرب الموجودين هنا اقول لهم شلون بديت اني اي شلون وباي طريقه وشلون وصلت. وبعد ما اشتغلت في مرسيدس في مانهايم، من رحت المرسيدس في مانهايم وانطيت اوراقي وما ادري ايش وشهاداتي من المدرسه من الثانويه، قالوا لي تعرف واحد بالشركه هنا؟ قلت له والله انا غريب يعني ما اعرف واحد بالشركه. يعني انت بمرسيدس بس لا انت شريت بسيمنز فردت تشتغل بمرسيدس؟ اي هم رحت لهم هيجي؟ هم رحت لهم هيجي. يعني انت ما عندك بعدي رحت فت عليهم ولقيت الباب؟ لقيت الباب انا اريد اشتغل عندكم. انا مخلص الثانويه الالمانيه في بغداد. تعرف احد؟ ما اعرف ما اعرف احد. انا هنا ما اعرف احد. قالوا لي اذا ما تعرف احد ما نقدر نشارك. اوكي. اي اذا ما تعرف احد هنا ما عندك معرفه. عم خال جد، والله عمي وجدي وخالي كلهم بالعراق. اوكي. ما عندي احد هنا. وبعدين؟ ما نقدر نشارك. اخذت اوراقي ورجعت للمعلم مالتي. قلت له هي اندرس هذول هيج 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 هيج. قال لي هيج قالوا لك هيج. قلت له قال لي انا باكر وياك للشركه. رحنا للشركه قال لهم انا فلان وكذا وكذا وهذا الطالب مالتي وانا اعرفه وانا اتكفل. ذاك الوقت دخلوني للشركة. دخلت للشركة قالوا لي أنت بالحقيقة إيش تعرف بالميكانيك؟ قلت لهم والله يعني أعرف شوية أصلح سيارة. قالوا لي بس نحن عندنا هنا إنتاج. كان معمل. معمل معمل مع الباصات ما موجود لحد اليوم. معمل الباصات معمل كبير وكان يسوي لوريات. اللوريات الى 13 طن. من 13 طن كان يسويها في كاكناو. فاني قالوا لي شوف انتم تقريبا 10 اشخاص تريدون نفس المستوى. فنحن نريد سنه نوديكم من قسم إلى قسم حتى أول مرة تتعرفون على كل الأقسام. أوكي. وتشتغلون بيها وبعدين نجمعكم ونشوف وين تريدون بأي قسم وين تشوفوه بالنسبة لكم أحسن شيء. فبالحقيقة صرفوا علينا سنة بس نحن اشتغلنا بالأقسام يعني. يعني مو كنا قاعدين بطالين. كنا نشتغل حتى بالقسم مال الصب مال السلندرات وهذه يعني بالحرارة 1400 درجة. فكنت ألبس هذه وأروح للفرن وأشيل الحديد وأخلي الحديد وحتى تعلمت منهم الأوزان الذي يخبطون بها أنواع من الحديد حتى يطلعون شيء معين. بعدين من أطلع 1400 درجة نطلع نعمل تيست قبل ما نطلع الحديد نصب به نأخذ نعمل اختبار بالمختبر. فكنت أنا وياهم بالمختبر أيضا. فيقول لي ها هذا ناقص له شوية من فلان شيء. فنحن نوزن كنا الأشياء. بعدين هذا الشخص الذي كان المسؤول كان يروح ياخذ هيجي بيده هلقت من نوع من الحديد ويرميه بالشسمه. اقول له هذا ايش قد وزنه؟
شلون هذا؟ قال لي هاي خبرة ما عندك شغل بيها، هاي بس خبرة. المهم سنة كاملة درت على الأقسام، سنة كاملة درت على الأقسام. وبعدين بعد ما خلصت السنة هذه قالوا لي وين تريد تصير؟ ايش قلت لهم؟ قلت لهم والله أنا أريد أصير بقسم السيرفيس والدراسة. فتدري سيرفيس والدراسة قسم ما بس اختصاص بس يراد له شهادات. قالوا لي نحن نخليك في قسم السيرفيس والدراسة بس لازم نقوي الشهادات بتاعك. فعملوا لي شهادات دورات في المصانع مالتهم بالمدارس مالتهم بحيث أنه أول مرة أخذت الماستر مالتي وبعدين أخذت التشنيكر مالتي كلها بالشركة وإلى أن وصلت إلى درجة مهندس. يعني هاي الأشياء، هاي النقطة هاي كلش مهمة. أنا أحس اللي أنت تقولها إنه واحد يطلب الشيء اللي يريده حتى إذا هو بعده يعني ما محصل الأشياء، بس ممكن أنت من تطلب الناس يساعدونك يساعدوني حتى أصل وصل. حتى أصل إلى هالنقطة هذه. أكو هواي ناس يعني يقولك لا مو أنا ما يعني ما عندي هالأشياء، أي ما أطلب، أي بس هم بالحقيقة قدموا لي كل المساعدة حتى أصل إلى هذه. بعدين فتح المعمل الكبير مال سيارات الحمل اللوريات في فيرت. فقالوا لي شوف الدراسة مال ميكانيك كلها راح تصير في فيرت. أوكي. فلازم ننقلك من مانهايم إلى فيرت. أوكي. فنقلوني من مانهايم إلى فيرت. هاي ياسر الحكي صارت. بال64 دخلت بشهر العاشر في مرسيدس بمنهايم. بعدين سنة درت على أقسام. سنة درت على أقسام بال65. بعدين. بال66 أنا ببيرت. نقلوك إلى المصنع. أوكي. وبيرت كملت بالدراسات مالتي بأقسام وبمدارس مال شركة. لأنه عندهم مستوى جدا عالي شركة مرسيدس من هالناحية هذه. عندهم مدرسة. مدارس. 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 مدارس ما مدرسة. اللي يعمل تكنيكال بيها. اللي يعمل إنجنييرينج بيها. اللي يسوي هندسة. اللي يصير تقني. اللي يشتغل بالسيرفيس. يشتغل بالسيرفيس. يعني كل ما. هذا الحكي لحد هسه موجود؟ لحد الآن. عندهم مدارس يدرسون فيها الطاقم مالتهم. وأنا قضيت 45 سنة في مرسيدس. و40 سنة من ال45 سنة اشتغلت بالقسم التدريس والاختراعات. بس.